هذا احد المساجد في داخل هذا الحصار، وحال هذا المسجد مع هذا النظام الارهابي. كما نرى حتى المسجد لن يسلم من القصف العشوائي، القصف الذي لا يتوقف في هذه الاحياء المحاصره. رغم ما اصاب مدينه حمص من دمار، وما زال القصف مستمر. الآن سوف ندخل إلى المصلى، إلى المحراب. طبعا هنا المحراب كما نرى. الآن نحن في داخل المسجد كما نرى. مدينة حمص تتدمر، مدينة حمص تتفجر، أين ينتهي العلم؟ أين ينتهي المسلمون؟ أين ينتهي الشباب؟ هذه حمص تستغيث بكم، بيوت الله، بيوت المقدسات، كل شيء تدمر، كل شيء تفجر، كل شيء تعرض للدمار، ثم هذا قصف.